المقابله كيف شفتوا كنا نكونوا حنا سباقين النتيجه ضيعنا ضربه جزاء، ولكن هادشي ماشي اثر علينا، بالعكس هادشي الاهداف كيفاش سجلوا اخطاء باش سجلوا هدف. الحمد لله حنايا بقينا مركزين كما شتي فريق الخصم سيرتو في دوزيام ميطا انا كيبان لي كان لعب ب 10 لاعبين ما استغليناش الفرص. كانت وكنظن على ان ما نقولش اخطاء تحكيميه ما ندخلش في هاد النتائج حيت ماشي من السمعه ديالي انني نتكلم على الحكم، ولكن ما كناش منصفين. كاين اللي عنده الهدف ديالو هو انه يربح الفريق يجيش ملكي باش يدي الشامبيونه، ولكن حنا الوالا مازال ان شاء الله نكملوا، مازال المقابلات مازال عندنا المباريات في الديار ديالنا باش نكملوا. حنا فزنا بكاس العرش هذاك هو الاهم، هو انك تفوز في الاوقات الصعبه باش تبين على ان شخصيه البطل. الحمد لله نكملوا حنايا ما تهمناش هذه النتيجه، بالعكس حنا بحال غادي نفيقوا، فزنا في مقابلات صحاح من هذه المقابله هذه، نتمنى من الله المشوار طويل ما نفكروش في هذه المقابله ونزيدوا القدام.